هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ريحة البن. الليلة البن منور بأبهى صوره، أبهى صوره يا أديبة، منورانا ومنوريننا كل حبات البن. أديبة أحمد مرحبا. مرحبا بك محمود، ورمضان كريم عليك وعلى كل المتابعيننا وعلى كل حبات البن المعانا والبر السودان، وعلى كل الناس، على أمي، أخوي، زوجي، بناتي، كل الناس، أهلي. أبدأ أقرأ؟ طوالي؟ تدينا فرقة؟ خلاص خلاص أحب الناس. أحب المهندس مشتاق للشعر شكله. أيش كل الناس اللي قالتهم هذي وغير إضافة الناس أنا هم طيبين ورمضان كريم وأقرأ؟ نصيحة نظيف. مرحب محمود، ومرحب بجمهور ريحة البن، ومرحب بحبات البن، ورمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. انتم بخير يا محمد بن قادر. حبابك يا محمود، ورسالة سعيدة عليكم جميعا. أتمنى الأمسية تكون باهية وخفيفة ولطيفة على الناس. باهية دي وبعين لأديبة. باهية. قصدي زاهية. قصدي ترقص. أهلا محمود وأديبة. أيوه. يا أخي. شغلوا علي ها. اهلا لله على السلامه والله. والله اهلا بك بيناتنا، يعني لينا زمن ما قعدنا مع بعض من 2017 على فكره. طوله شديده، وكل سنه والجميع بالف خير. محمود اقرا اللي حامل ابواب اخوي ابواب الدم المصلبط في امي. ابراهيم جابر زي كل سنه وانت طيب يا اخو. رمضان كريم وكل الناس اللي بيحبوا الشعر. الليله دي ليله ومسي مميز ان شاء الله. تحيه من الحبات، من البن وحباته، لست البن وصاحب المزاج الجميل مجاهد. أديب أقري. طيب، دي السعادة، وكل سعادتي مع بناتي وحلاتي. وكت يقول لي ماما، وكت أرد أنا ببراءتي، وكت يغنن ماما حلوة وبابا بدو بدو، يعني بابا برضو ده الخشيل من ذات سكر، والشكاوي دي أمي تكتر. وكل ما يزيد سنة بملن الكون فرحة أكتر. ماما لينا دي قلصتني قرصتني، ولينا تشكي وحلو تشكي وحلو تشكي، ولينا تشكي والدراما ذات تفتر، والحديث أقلب وأشتر إلا بيدخل فيني طاعم زي طعامك أمي آمنة. السماحة كلام ناعم، لما نمشي عليها تفرح تنسى أوجاعها وتناغم. حلو بنتي أنت جيتي؟ أيوة أمي هندي جيت. لينا بنتي هي كبرتي؟ أيوة أمي كبرت فوق، يعني طلطة. يا أخي طلطي سماحة جواي، وأحلى ما فيك أحلى ما فيك ابتسامتك. لما تغلط تبتسم، وانسى انحرف في الغلط، وفجاه في الغلط ابتسم. يا اخي ديل حلوين ملوني سماح وطاقه، ديل حموني مروقي من البيت مباراه الفياقه. لا بتدهشني الملمات، لا مروقي على النساوين اللي بتقطع في بعض بكلام دقاقه. مش دي نعمه؟ نعمه نعمه زي نعمه ابويا اللي كان بيشيلنا صغار ويغني يلا يلا على الحمام نتسوت ونبقى تمام، يلا يلا على الحمام نتسوت ونبقى تمام. والنزير يقول له يابا سني نطفط؟ ايوه نطفط. ذكرياتي معاه وما بيمحاها شيء، ذكرياتي
معاه ما بيمحاها شي، البيقر الوردي يومي ونوره مطبوع فيه وشي، كان بيعلمني العبادة وعلم الخطوة المشي. يا خبويا ده أبويا ده زول براه، بيكتم الوجع في جواه ومبتسم، مبتسم في كل شيء. كان سعادتي في دنيتي، أمي كل ما يوم تنسيني الفراق وتقول لي أصبر يا بنيتي. الصبر محتاج لقوة، والصبر محتاج مروة، والصبر محتاج نضار همومنا من الدنيا جوا. ولسه واقفة في حتتي، ودي ما أسأل أمي ليه ما جبتي أختي. وفجأة فجأة الله وهبني أخوات حتة مني، لما أبكي بيحضنني يقشقشن دمعي البسيل دم بالعبادة بذكرني. ماما سامع الله أكبر، يلا قومي عشان نصلي. ماما بديك حاجة حلوة بعد ما تعبي وتحلي. ماما بابا رجاني برا، يلا أمشي يلا نجري. ماما حلي معايا واجبي دايرة نوم الليلة بدري. يا أخي يا أخي لسه كتير هو جواي حب بناتي وحب أبوهم والبنية والصديقات اللي بيجونا ويلعبوهم. البنات ما بزعلوهم، البنات ما بزعلوهم، في الغلط بالراحة أنصحوا وجهوهم. الحبيبات الحبيبات الملم في جد فراغ الكون سعادة، لو رحلت لو رحلت بحب ليهم كلموهم. السلام يا سلام يا سلام. دمياتها قريبة. هاي الشعر حق منو؟ ده عنوان الحلقة دي. الشعر حق الشاعر ولا حق اللي بيكتبوا فيه؟ و لو افتكر انه القصيدة دي حقت بنياتها ولا حقتها هي؟ نعم حقت ناس كتار. وما نحن إلا أقلام. حقت ناس كتار. صح؟ أقري يا ماجي. أنا تخليها دي بلخصت شديد، يعني أديبة دخلت فيني حاجة كده. الله يديك العافية وخلي ليك بناتك، خلي كل الناس اللي تحبهم يا أديبة. جاتني خيفة، جاتني خيفة، عسمو مسيف وحرو، حاسة إن الدنيا زيفة. ذي حكايات سمحة جدا سمحة جدا، تلقى في النص فيها وجعة، حاجة زي طعنة قشاشة لابدة في قطعة قطيفة. جاتني ضيفة ضحكة داهمت احتياجي للتفاصيل النظيفة، زي حبيب بتحبب الدس من بنية تكون لطيفة، شايلة في عينيها دنيا كوم سعادة وجنة بالإحساس وريفة. جاتني تهديدات مخيفة، يا تقولي جوا قلبك أو عيونك بفضحنك ولا تنقدر رهيفة. شفت تلميحات ظريفة من عيون شايلات ثماري، سامعة فيهن صوت قماري، شايفة فيهن إخضراري، نظرة أدهشت الحواري، أسهرت في كل حتة لما تطير في العصاري والفراشات الخفيفة. جاني إحساس إني سمحة سمحة، يا أناي مبسوطة مني أو مرايتي تكون حريفة. يلا يعني شنو السعادة؟ يعني شنو السعادة؟ السعادة سهلة جدا، نعرف إنه الخير حقيقة وإنه روح الشر ضعيفة، وإنه شمس الرياضة واضحة ما بتغيب دائما شفيفة. زولك الحبيك بعزك، الحبيك بعزك ما بتجبره بالحليفة، نفهم إنه الحب شوفنا وإنه نظرته ما كفيفة. نفهم من أجيب دقيقة على قبل. خلي أزال محمد المهندس. خلينا نفهم. نفهم منه الحب. خلينا نفهم أول حاجة. أديت السمح ده شنو الأخير ده؟ نفهم منه الحب بيشوفنا. وإنه نظرته ما كفيفة. ألف سنة ما تكتب. يعني الحب ما أعمى والقصص دي. ألف سنة ما تكتب. لسه السؤال قائم. طيب جاوب لي أنت وبعد ذاك نمشي لك. كويس. خلاص السؤال وجهته لي أنا ذاك محمد المهندس. الشعر حق منو يا أبراهيم؟ جاوب ليك انا الشعر حق المقتول. منو الشعر حق المقتول؟ مقتول هو يعني صيدة سمحة سبتني بجمالها رمتني كتبت شعر. الشعر حقي ده طالع عباني من الحتة دي، لكن ما ممكن هي تكون
ملهمة وكاتلة والشعر برضه يكون حقها لا لا الشعر حقها الشعر حقها والله أنا خلينا حاجة حبة الشعر حق الشاعر شعر لحم الشعر حق الشاعر الشعر حق الشاعر الشعر حق الشاعر وحق الزول بتكتب فيه أو الحاجة اللي بتكتب فيها إذا كانت طبيعة أو موقف أو غيره لأنه أنت بتاخذ الكلام ده منه زي ما قال لك إبراهيم هو كان ملهم أو كان أداك البداية أو مدخل بتاع القصيدة أو الفكرة أو غيره أو غيره يعني ما نظلمه ذاته هو كان سبب في أنه يديني القصيدة لكن إبراهيم أخذ لك بحتة أنه قصائدي أولادي أيوه يعني بالحتة دي أنا شوية كده بكون معاه لكن الشعر حق الاثنين الشعر حق ثلاثة على فكرة ثلاثة أطراف متلغي برضو الشعر حقه بس بالضبط كده لأنه أنا لو كتبت قصيدة أنت بتكيف على حالتك أديبة بتكيف على حالتها يا سلام لو كتبت قصيدة يا مجدرين لو نشرت قصيدة أيوة بالضبط ونص القصيدة طلعت منك بقت ما حقتك أطراف كثيرة بتدخل في الموضوع بعدين أنت ممكن تجي في القصيدة زادة تتذكر في ناس بيهم بعد ما يكتبوا القصيدة بيحاولوا يغيروا يضيفوا طريقتك بتاعت القراءه ذات الناس ممكن تيجي تقول لك ما تقرا كده اقرا لنا زي ما قريت زمان صح كلام صوره الفلانيه تبقى حقهم يقول ثلاثه حد يزود والله الاطراف كثيره على فكره اي صح الاطراف كثيره بحسب القصيده حقته صح اي زود بحسب القصيده حقته تزيد من الثلاثه دي حقته لا والله مش داري ازيد منهم لكن لو اشوف انه الشعر اذا هم مش بالعدد يعني انت واحد الكاتب والبقيه مهما كان عددهم نسميهم اثنين فهو الشعر واقف في النص بيناتهم الاثنين كل واحد بيزيد جمال هو بيمشي اسرع ويقبى الشعر حقه يعني اذا الطرف الثاني زاد جماله وزاد حاجاته الشعر حقه انت جواك زدت جمال حتشوف الناس طبعا بشكل جميل حيقبى الشعر حقك انت لكن في جزئيه جابر انا معاه لانه ممكن الطرف الثاني الكتلو ده يكون ما حاسب ذاته وهو كتب فيه القصيده وقراه وهو ما عارف انها كتبت فيه في طرف غريب في نوع في طرف غايب اصلا اوريكم وين في نوع ثاني افتكر اتكلمنا فيه قبل كده في انه القصائد المترجمه صح القصائد المترجمه دي مرات بتلقى الترجمه احسن من القصيده نفسها بتوصل معنا فالكريديت ولا الحاجه الكويسه بترجع للمترجم ولا بترجع للشاعر قدور اقرا لنا كده نتناقش الموضوع ده بعد الجاي قدور حيقرا شعر مترجم مترجم هو انت بعدين قدور على فكره شعر مترجم كويس انا بقول كده صح مترجم نسقي الذين نحبهم حتفا ونسعد بالبقاء ونمد من أحزاننا عمرا تقدم لانتهاء زمنا من العشق الذي كالعتم في زمن الضياء ألما بكل حبيبة تبكي وتنتظر المساء وسألتها من أنت قالت وجهة نحو الفناء أو صرخة حلت بصدر هده ضنك الشقاء أخبرتها مدي يديك لعلنا نجد الشفاء كفت يديها ثم مالت للوراء يا سيدي روحي وروحك في الورى نوران بينه طفاء أخبرتها قمر تثاقل خطوه لما رآك كأنه أعماه نورك في السماء وأنا أحبك بل وأعلن أنني أصبحت دون الناس من نطف الضياء إذ كل شيء صار عندك مسلما أو مرغما إذ كنت مجدافا وما وكأنني كنت انتشيت ولم أزل ألقاك أزداد انتشار يا أحزن الأحداق قولي في المدى أهواك كوني الأرض واختصري النساء يا أحزن الأحداق يا كل المدامع أقفري
ما عاد للأحزان إرث في دمي، ما عاد يطفئني المساء. مجبولة فيك الحواس على الهوى، إذ أبصرت عيناك رغم غشاوة الأيام عشقا خالدا يرتد في قصب الهوى. إذ هكذا الأيام تبسم مرة كي ألتقيك، وعادة بالطيف أفتعل اللقاء. كيف التقيتك؟ إن لي أشقى اللغات، ولست قبلك في مرايا الحب أبصر في النقاء. لا أنت لي داء الدموع، وإنما من أطهر الآيات تعشقك الدماء. هذا الهواء مقيد بحبيبتي، كقبلة نفثت لتبعث في قلوب الناس صدقا وانتماء. في كل لافتة صلبت وجملة، أن أبشروا بالموت إن حل الشقاء، أن هذه الذكرى غدا ستخونكم، أن الحبيبة بنت أوقات الشتاء، وكأنني أحتاج نبعا آخرا للحب، أو ألقى غديرا من نقاء الكون يبصره ليعلم أنني ما زلت أحيا رغم آلام البلاء. كوني كوني، فلست بكائن، حتى الأماكن لم تكن لولاك تمتهن البقاء. هيا أجيبيني، فتلك ملامحي في الأفق أرهقها النداء. لا تغرقي في الصمت، لا تغرقي في الصمت، لا تتلعثمي، ثم احتويني، إنني أهوى بكفيك الغناء. الله الله الله، حقنا كلنا الضياء محمود، حقنا كلنا يعني محمد سنة كده. أنا ما أعرف تحس بأنك أنت طاير، عايز تبكي، عايز تروك تسمع. لا حول الله. بعدين لو قرأ الكلام ده ساعة كاملة أنت حتكون بنفس الإحساس، بنفس أيوة ماشي بنفس الهدوء. وللأجمل، الأجمل من كده إنه مجاهد زاد الشجن شجن بطريقة غريبة. أنا ما عندي حل غير إني أطلع فاصل، فاصل من يكون راجع. يا سلام. يجي رمضان بتظهر شخصيات مشهورة بنعرفها كلنا. المفتش العام دي لو راحت منك ملعقة سهي حسابك معاها عسير. دي ملعقة مريم بتفضل المولة. الجرسي ده بيعزم الفاطرين بطريقة مريبة. وكل من السنبوكسة دي بتجيبنا صح. وطبعا خبير التذوق أهم حاجة عنده المراجعة والدقة. الآن سليفة دي معاناة اليومية أشهر من المسلسل. أنت جيبوا عدة الجيران برضو. الصندوق الأسود حكايته مكررة لكن كل مرة بسيناريو جديد. نحن لما كنا بنصوم في السبعينات كان الحري يوقع الطيرة من الشجرة. الصايم صيام الضب 12 ونص كده اليوم تم خلاص، نبدأ الصيام من بكرة إن شاء الله، من بكرة إن شاء الله. ده عنده حسابات خاصة لليوم. شخصيات رمضان متنوعة ولطيفة، وأي واحد بمواقفه وطبايعه. لكن الحاجة المؤكدة إننا كلنا بنحب رمضان وبننتظر لمتنا مع بعض عشان الشهر الكريم يكرمنا بنفحات وخير الكثير. رمضان كريم من بنك الخرطوم، أنت أولا. النيل الصافي مكلين من خير نجم احنا.
بلدنا الخير ومحضنا مدافي وين غير أرضها نحن يا هدى سوداننا يا هدى شايلنا. أمن على روحك وملاكك ما في واحد ضامن يوم بكرة عربيتك بيتك وولادك ولا صحتك انت ولا القدرة خليك واثق مع إليانزا مع فيدا نكون زي الأسرة شركة إليانزا شركة فيدا خدمات تأمين متكاملة. قطع الحيرة قطع الحيرة عرضين وطول ماخذ سكات الدقة من أسر الزهول ورابط النسيم الرقة بيوهن الفصول قدامه واضح للأبد قدامه فاضح للأمد العلمة حتكبر تشيب والحلمة حتفضل بتول ويا بت شفاه الألسنة الصمت أبلغ من يقول يا بت شفاه الألسنة الصمت أبلغ من يقول وانا عيني ديك السوسنة بيناتا مترامي الزبول اتكسر اللوح في الفناء وضجت خوارات العجول وهبت رياح الأزمنة وقامت محت درب الرسول وكم زاد على الما عنده زاد في سفرة بالوقت الرجول كم خطرة في البال والفؤاد وانا بزرة في ترب الرحول انا ذكرى لكن الرماد والشكرى حماد والخيول جن بكرة ويوم جن في الميعاد لقوا بكرة ما عندي زول فيا مودعاني على الشقا ويا معوداني على القبول يا مودعاني على الشقا ويا معوداني على القبول أقبل يقوم المتسقى ويموت محل كان الهطول يوماتي كان حاد اللغة كالضاب ببشر بالوصول ودرب السلام ولتلقى والحول بيعقب تاني حول وفتك هداك سر القماح بقى ضحكة في سن العزول فتك عليه جيت صباح ساعة غشاوة العين تزول ومشيت وعيني على الرياح تدفر شراعات الحمول في صنة معدنة من صياح دقت عليه راس الطبول في أن تشهد للنواح صنو المناحات العدول دون حيل عليه والتكية من كرب الكروب ودون ليل جبيل السترة ويرخاء السدول فيحليل زمان البكية بتفش القلوب ويحليل زمان الحكية بتغش العقول يحليل زمان البكية بتفش القلوب ويحليل زمان الحكية بتغش العقول يا سلام قري والله يا سلام يا سلام يا الله عليك توزع سلامات شديدة القصيدة مليانة وبتمشي وبتبقى حقت اي زول زي ما قالت اديبك انت شفت العنوان العنوان اي عنوان القصيدة ذاته هو شنو
شافوا وين؟ العنوان غفر وربكة مفاتيح. ها؟ غفر وربكة مفاتيح. عنوان ذاته قصيدة. الله يديك العافية. الله يكرمك يا حبيبي. مادح مدح. صادح صدح أين عربا قلبه شرح. عشقه نما حينما هما حام واحتمى بر وانشرح. حيثما هوى بالهوى روى كم متيم طرفه رمح. سيرة الهدى في مديحه ضاء نوره بيننا وضح. كيف لا ترى والمدى شدى في محمد منبع الفرح. طاب ذكره فاح عطره أزهر الدنا عاشقا جمح. عن صلاته عشرة بها زان يومه خاشعا فلح. عن سلامه من سلافه راق ريقه ليلنا طمح. راعيا سعى موسعا دعا كفه هذا كتف من سرح. نام شاكرا قام باكرا عاود الوصال كلما سنح. زاد رفعة زان هيبة عز صبره صادقا منح. سار واثقا عاد باسما طمأن البعيد ود ما جرح. رد وارتدى بردة الرضا وازن الرؤى حدسه رجح. زاهيا بدا كالندى عدا منهم أتى منهم أتى عنكم زبح. زار جاره سر داره خافض مشى خافض مشى غض غض ما لمح. طاب طيبا ملجأ الورى جامع القلوب زاد ما طرح. مادح مدح صادح صدح. يا سلام يا سلام. كل ما تقري قصيدة أحس إنها حقتك. كل ما بحس إنه أي لو سلمنا إنه القصيدة حقت الشاعر لكن كتبت فيها القصيدة كل بيخلي القصيدة صح. صح صح أكيد. الصورة دي خلينا نقول نحن مصوراتية يعني. الصورة لما تكون سمحة هي نعم أنت جزء منها أنك صورت صورت فنجان القهوة الزهور والزاوية اللي اخترت بها التصوير ده. لكن في النهاية الأصل هو الصورة صح؟ الصورة لما تكون سمحة معناها السماحة أصلاً سمحت الصورة اللي أنت صورتها صح؟ لكن ممكن زول لكن يا محمود كده طلعتنا قاعدين ساي. لا 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 انت بتختار الزاويه اللي بتصور بها. انت الفنان في اختيارك للصوره والا لما كان في مصورين مشهورين ومعروفين مش يابا. وبعدين انت السبب في الصوره. الفنجان ده سمح لكنه نفس الفنجان اللي في قصيده الولد ده. الفنجان اللي ظهر في قصيده الشاعر الغزاله اللي ظهرت في قصيده الشاعر دي غزاله بتخص روحه ما الغزاله البردي. هو قال لك منه هو صور الغزال البردي. انت ما انت ما اذا كان انت بتقول ان الصوره البردي جميله عشان كده نحن لما صورناه طلعنا جميلين. لا ما ابراهيم ترجمه الحاجه دي الفنجان ده ذاته برؤيه محمد بادوات محمد بالشكل اللي طلعه محمد. هو بيتكلم عن الحاجه دي محمود بيتكلم عن الزاويه السمحه شافه. انا بتكلم عن الفنجان الفني الفخ الجابه خيال محمد ما الفنجان الجابه الزهور الاسيده. يا اخوانا في فنجانين في غزالتين صح صح حسب رؤيتك في غزالة حقت البرة دي الغزالة في الغزالة اللي سويتها انا جوا قصيدتي. احنا نمشي القصيدة دي اجمل احنا نمر من الاجمل اجمل الله يبارك لك يا غزالات ابراهيم. قول لنا احمد الاجمل غزالتك ولا فنجانك اللي هو السبب الاساسي فيه هو وجود الفنجان الاصلي. بالظبط لو ما كان في فنجان اصلي ما كان حيكون في فنجان كده الكلام كده انا كده الكلام صح كده. ايوه ايوه حتى قري لنا ولا شنو؟ أنا داير أقول لي الإجابة الحاجة قبل ما يقرأ. مع إنه الحاجة اللي حقولها لدي ولا حقته ولا حاجة يعني. كويس. ده برين جابر الثاني.
فالنتاين. فالنتاين. فالنتاين بخيت وسعيد. إن شاء الله يوت فرحان تبوس الريد خديد بخديد ونتسالم أنا وإياك إيد بعيد نتبادل كوس الريد وريد لوريد إن شاء الله ما أعظم مرورك في مسار بالدم براك دوم الهوى الوحيد. وقلت ليها أنا الولدوني عاشق وبس عشان أكبر أغنيها وانا البريده بتنفس شهيق وزفير اعيش بيها بحبك يا حبيبتي براي وريتك لي بضاريها من لفح السموم والناس من وسواس زمن خناس ودسها مره في الكراس غناوي جمالة في الايناس وفي رقه قوافيها حروف من نور تنط السور بخاف لو جسمها البلور فضح صورت المدسدس في خوافيها وريتك لي بضاريها ودسها مني جوا الراس صداع محموم بيحمي النوم كلام منظوم وما مفهوم انام للدغدغه الاحساس وترقص لفرح ما فيش دلاليك خجت غناويها وريتك لي بضاريها وخط طاقيه فوق راسي اقول يمكن حتخفيها وضاريها بجاي وبجاي حليل القلب ضاريها عين الريده تاريها عين الريده شوفيها بتمرق زي شعر ابيض بتضحك فيني تاريها حلاتها سنينتها البيضاء تعضيني واموت بيها حليل الريده تاريها مويه مسافره من قامت بتهرب من عواليها بتتسرب على الواطي عشان يعلى بلاقيها حليل الريده تاريها بتمرق من اضانيدا تجيك من غير تناديها تنوم في حضنك الدافي تخد تحتك اياديها وناديها تعالي علي وناديها بوس عيني ضويها عشان تعرف عيني منام وتعلمت فيني الكلام تعلمت فيني الكلام وانا ربيتها بهمس النسايم للنسايم والغمام وانا لجيتها باجمل غنيوات الهديل قبالي نقدني الحمام وما استغربت لا من اول كلمه نبتت في خشيمه كانت يا سلام يا سلام ولا استغربت لا من اول مره قلت ابوسه صرت وقالت لي مام ودست في ايديها وجيها غنت لي غنيوه لطيفه اسمها مام تكاويني واجوط فيها تكاويني واجوط فيها حليلين ما بقدر ساي اكاويها تنوم جنبك تجاه قلبك اعايم في الظلام مغيوز اكوس لي قمره في وجهها وغريبه غريبه كل نصايص الليل افر قلبي المولع نار افر بشيش واغطيها بريده وقت تروح في النوم اساسق ليها في الاحلام اقول يمكن الاقيها اشرك ليها بنكته عشان تضحك عشان تنفك حزاين كنكشت فيها حبيبتي اللي بتضحك لي طرايف البايخة شان ريدي المبكيها بحبها شان بتغفر لي ذنوب قبالة سويها بحبها يومي من قمت معاي كبرت حكاويها ولا بعرف أحبها مرة في كل عام أنا اليوماتي حبيها كأنها رزقي يوم بيوم بتب من نومي جاييها وسيمة طلة بيريدة ولد في روحه فاكيها مصدق نفسي إنه برا يساوي الدنيا بل فيها مدام انت الحبيبتي براي عيونك لي قمر دورين مكحلة بغناي ليها بمد يدي للقمرة خلاص القمرة نطفيها مدام انت الحبيبتي براي عيونك لي قمر دورين مكحلة بغناي ليها بمد يدي للقمرة خلاص القمرة نطفيها. كده انت عرفت طفل القمرة داخل القمرة في القصيدة طعم ضحكت في سري كده ومشيت مسافة ضحكت بسرك وهي تضحك قال بحط في راسي طاقية عشان شنو؟ شريتك اضاريها؟ شريتك اضاريها؟ انا ليه وقفت فيها؟ جلحاتك اضاريها ريضت دي هنا يعني الحتة دي الجلحة دي مسافة ابراهيم يضحك نحن هنطلع فاصل ونرجع عايزين نخليكم معانا في جلحاتك يا ابراهيم مش معقول يعني كل ما يجي رمضان بتظهر شخصيات مشهورة بنعرفها كلنا المفتش العام دي لو راحت منك ملعقة سهي حسابك معاها عسير دي ملعقة مريم بتفضل المولة الجرسي ده بيعزم الفاطرين بطريقة مريبة وكل من السنبوكسة دي
بتجيبنا صح؟ وطبعا خبير التذوق أهم حاجة عنده المراجعة والدقة. الآن سليفة، دي معاناة اليومية أشهر من المسلسل. أنت جيب عدة تجيران برضو. الصندوق الأسود، حكاية مكررة لكن كل مرة بسيناريو جديد. نحن لما كنا بنصوم في السبعينات كان الحري يوقع الطيرة من الشجرة. الصايم صيام الضب، 12 ونص كده اليوم تم خلاص، نبدأ الصيام من بكرة إن شاء الله، من بكرة إن شاء الله. ده عنده حسابات خاصة لليوم. شخصيات رمضان متنوعة ولطيفة، وأي واحد بمواقفه وطبايعه، لكن الحاجة المؤكدة إننا كلنا بنحب رمضان وبننتظر لمتنا مع بعض عشان الشهر الكريم يكرمنا بنفحات وخير الكثير. رمضان كريم من بنك الخطوم، أنت أولا. أمن على روحك وملاكك، ما في واحد ضامن يوم بكرة، ما في واحد ضامن يوم بكرة، عربيتك بيتك وولادك، ولا صحتك انت ولا القدرة. خليك واثق مع إليانزا، مع فيدا نكون زي الأسرة. شركة إليانزا، شركة فيدا، خدمات تأمين متكاملة. قالوا: وما تلك التي بيمينك؟ قالوا: وما تلك التي بيمينك؟ أعطينا الجواب. أهي عصاتك في زمان السحر والقول الملفق واحتمالات الصواب؟ أم صورة تهفو إليها كلما جارت بك الأيام، تخنقها لتوليها العتاب؟ أم بعض ماض قد تداركت احتضاره قبل أن يهوي إلى قاع الغياب؟ أم ريشة اتخذت أناملك الرقيقة مسكنا فرسمت طيفا من شقيقات العذاب؟ أم كان إزميلا لتنحت في صميم القلب أغنية من الحس الشفيف وضوء شمع وانتساب؟ قالوا: وقد كذبوا ولو صدقوا فهذا ارتقاء، هي ارتياح الروح من دون النساء، ارتياح الروح من دون النساء، هي لهفتي ومحط قلبي من تباريح العناء، هي من توكأت عليها حين ظن الناس واعتادوا الرياء، هي وجهتي، هي بهجتي، هي مهجتي، هي من أهش بها على حزني إذا عم الشقاء. يا سلام. هي واحتي، هي ساحتي، هي مسرحي، هي مطرحي، هي ملفحي دوما إذا عصف الشتاء، هي محض عشق دافق في القلب ليس له انتهاء. يا سلام. يا سلام. كلها. يا سلام يا حبيبي. دي حقتكم بالاسم يعني. حقتها هي. يا سلام. لا حقتنا، حقتنا كلها. ايوه كنت قلتي. ايوه بمناسبة كذلك متغلطين في الصورة والكاميرا والأصل. فعندي نص غيروني كده. تعال جيب كاميرتك.
تعال أي دي أديبة، أديبة الزمان. أيوة أديبة حضرت. مرحبا. اتعرفتوا؟ أهلا يا أديبة. تعال جيب كاميرتك وصورني سيلفي. سيلفي يس. تعال جيب كاميرتك وصورني سيلفي وخليك وراي عشان هواك يبقى خلفي، وقول لحنينك تعال احكي عني بيديك أدق التفاصيل لوصفي. مريض بي يا رادة حنين شايله كتفي، سماحي جواك يومي جوايا بخفي، ونورك سمح ولع الحيص حأطفي عشان خايفة من العوازل تطفي. ملاكي وغناية حنيني اللي بدفي، بلاك كنت تايها بلاك كنت تايها، كتير بي لفي عرفت الطريق يوم قريتك في كفي، عرفت الطريق يوم قريتك في كفي ودقيت عيوني حزارك ترفي، ورفت سعادة فرح دمعه مطفي، وخفت انعكاسك يساهم في كشفي، كشفني الحمار جوا خدري يدي مكفي، بدت بيك اميرته سبح أحلى أحلى سيرفي. الله صورتك حلوه. يا سلام يا سلام. انا طبعا في الناس محتاني بس. طيب، تقول خليه في القلب للاخرى، تقول خليه في القلب للاخرى انا قلقه قلق، فأجمع بعض أحزاني وأكتبها على ورقة وأعلقها أمام الباب أو في شرفة الماضي بلا حن ولا شفقة، ليرحل كل من يأتي تماما كالذي سبق. وإذ أني ضعيف الحال أتبع دائما قلبي وأجهل في الهوى طرقه، تعاتبني جميع خطايا الدنيا تعاتبني وتسرق فرحتي سرقة، لأني لم أثق بالحب لم أعتد مواجعه ولم يشفع له قلبي ولم يأبه بمن عشقه، فكل العاشقين هنا لهم ذكرى تؤانسهم، وذكراي التي عندي من الأحباب احترق. الله يا سلام يا سلام. أنا الباكي وراء السور والأحمق، تهددني شراييني ولا أقلق، أنا الخفيف على رئتيك فانتبهي أمي الرياح، وهذا والدي أزرق. أنا لا شيء يعصمني من الأشجار لو أني تركت سفينة تغرق، أنا كل من سماك عاشقة وكل من وجه الإحساس للأعمق، أرى الطريق إلى أحزان ذاكرتي ولست أدري بأي قصيدة أرزق، أنا في زمان ما وفي وطني سأصير لافتة وأشير أشير للمطلق. الله الله يا سلام يا سلام يا الله. الله يا أخي دكتور الله يشعر أستاذي الله يشعر يا أخي يا أخي جمال معاد يا أخي يا سلام يا أخي يا سلام. أي قصيدة الأرزق؟ أيوة فتيرة شديد والله فتيرة شديد الله يرزق يا سلام يا أخي الله يرزق صغير. طيب نقول عليك عليك ولا نحن علينا القبول بالفروق باحترام، علي حالنا حال نمسينا وصبحنا في صبحة نسيمة وأمست غمامة، نجيب حاجة سمحة نقول ليك سمحنا وانت في محلك تفوت الوسام، ونكتب قصيدة
نحس استرحنا وهل في سكوت بجنن كلاما نقهقه نقهقه مجرد ضحكنا وانت السلاح مبادئ ابتسامة نقهقه نقهقه مجرد ضحكنا وانت السلاح مبادئ ابتسامة. مقطع يا مهندس نصب جلال قدر المقطع مقطع دقيقة مثلا يا مهندس خلي أديبة انتهي من ضحكتك جيب لك دليل لحد ما تذكر وقت راح يا مهندس. طيب عينيك والكلام اللي فيها صوتك ضحكتك والقعدة نسمات الأماني وبتيها بسمات السعادة الما في جات من ما في فاردة وشيها وبتليك السماحة معاني سميتك ربيب الفرحة حنتك ولا في شبيها القهوة المزاج العالي والنظرة تبدي الحالي لحظة وتاني برجع ليها ستات اللي هيج الحالي غنن فيك حبيبة مالي والنار الطبق طوالي فرت فاطر وبتطفيها صمتك يا وسيم أطربني صوتك هادي لحن وجذبني غنيت والحنين عذبني حسيت بمعاني اللهفة شوق السمحة للحابيها شفت الدنيا جد في كفا الخوف الدموع والوحدة لحظات السنين القاسية فجأة تبدلت بيلفا نظراتك بركت الوقفة عيد إفطار سماحة وجيها غالي من النظيم يا غالي فجأة تبدلت أحوالي لقيتك مشيت بجسمي خليت ليك قليبي وبالي روحي تعلقت في بسمة في بسمة قدلت ريدة راسي مشيها عينيك والكلام اللي فيها صوتك ضحكتك والقعدة نسمات الأماني وتيها أنصب قصة دي كلها نحن حنطلع فاصل راجع خليكم يجي رمضان بتسهر شخصيات مشهورة بنعرفها كلنا المفتش العام دي لو راحت منك ملعقة سهي حسابك معاها عسير دي ملعقة مريم بتفضل المولة الجرسي ده بيعزم الفاطرين بطريقة مريبة وكل من السنبوكسة دي بتجيبنا صح وطبعا خبير التذوق أهم حاجة عنده المراجعة والدقة الآن سليفة دي معاناة اليومية أشهر من المسلسل أنت جيب عدة تجيران برضو الصندوق الأسود حكايته مكررة لكن كل مرة بسيناريو جديد نحن لما كنا بنصوم في السبعينات كان الحري يوقع الطير من الشجرة الصايم صيام الضب 12 ونص كده اليوم تم خلاص نبدأ الصيام من بكرة إن شاء الله من بكرة إن شاء الله ده عنده حسابات خاصة لليوم شخصيات رمضان متنوعة ولطيفة وأي واحد بمواقفه وطبايعه لكن الحاجة المؤكدة إننا كلنا بنحب رمضان وبننتظر لمتنا مع بعض عشان الشهر الكريم يكرمنا بنفحات وخير الكثير رمضان كريم من بنك الخطوم أنت أولا واحد ضامن يوم بكرة واحد ضامن يوم بكرة عربيتك بيتك وولادك ولا صحتك انت ولا القدرة خليك واثق مع إليانزا مع فيدا نكون زي الأسرة شركة إليانزا شركة فيدا خدمات تأمين متكاملة
شكرا لكم. وفي اخر الحلقه دي زي ما دعودنا بنختم بمقطع من الشعراء الشباب. دار صباح او دار مطاح، المعنى كيفين غير بطن بطرانه جابت بلدي محتاج ابني بار. يا سلام. احمد الولال فضل المولى. يا سلام. شاكر لكم جدا، شاكر للجلسه الجميله دي، و مجاهد عمر طبعا دائما مدينا طعم مختلف. يا سلام، التحيه لمجاهد عمر. تحيه لزول الفنان. شكرا ظهور يا ظل مفروش، جوات الحوشوش نظيف من جوا الزيف مرشوش، وريت الحنان والبن في النار وبريحتك وانا راسي دوش، انا راسي دوش ليك قريف ليك، والمطر بدت في ذاك الحوش النار. ريحة البن تلاقى بكره بعد. السلام عليكم.